مشهد كهذا اعتدنا مشاهدته خلال حياتنا اليومية، ولكن هو ما لم نعتد مشاهدته هو محاولة جرء أشخاص أبرياء لا علاقة لهم في فعل لم يقوموا به، ونعني هنا استعمال السيارة مثلا ككلونديستان. فماذا سيكون موقفك عندما تشعر بأنك مظلوم، وكيف ستدافع عن نفسك لتبرئتها؟ Il arrive, hein? Il arrive. Salam. Pardon. Qu'est-ce que c'est là? شو تخدم الحاج؟ شو تخدم؟ وين؟ في الهرم؟ في لا في لا واو نشوف سيتي الداية هي الداية هي الداية وين راك جاي من؟ الحاسن الحاسن؟ اه الحاسن جاي في لك الحلو؟ لا السلام عليكم. هاي الحاجه هذه هي صعب خليتنا نهيتها وخلي قلت لنا تامين تفوتوا البراج ركبنا شنو خلعت يا ودي انا قلت لك عندي الحاجه عندي زعما نروح تخف بينا والله العظيم ماشي حق والله العظيم انا جيت عندي اه وانت يا صاحبي الهيتة حبسنا الهيتة وقلت لنا نزلتنا انا شت وين وين راح بالك فيها من حبس راك جايبنا مبوت لي سكي جيت الهيتة قلت لي يا ودي دوك ها راه ورا سقسوا البوليس الى كاين شخص يقول لها مين حبسني قال لي السنتوره اروع الناس هذا قلب حرب حرب صح حرب 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 والله ما حق الحاج والله العظيم اسمع عندك زعما ايه يقول لها اسمع عقلت عليه باللي باللي فات لنا حبسني السنتوره اي اسمع اي اسمع عقلت عليه باللي فات لكم لنا حبسني السنتوره هادي يا عباد اربح 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 على حاجه اربح اربح ما نقدروش نعقلوا كاع الناس اساسا نقسم لك بالله هذه ولا هذه ولا شتهم اسيدي نعاهدك بربي اللي انت ما هو شي شيء نعاهدك بربي ما شتهم هذول الزوجين نعاهدك بربي يا سيدي برك ما تنعش شدي من شو تخدم لها اسد مانخدم والله عليك في الساعة مانيش خدم تقريبا خدام فرنسا خدام فرنسا؟ خدام فرنسا شحال عندك من عام اللي جيت؟ 85 وباش راك عايش؟ باش راك عايش؟ منين راك تقول لي من 85 ما خدمتش باش راك عايش؟ والله ما نخدم باللوطو ولا تاع تخدم باللوطو سم كلانديستان؟ ولا ما ديرش تاكسي خير لك ما نحكمك انا نحكم واحد اخر ها شباب السلام ورحمه الله هذه هي صاحبي خليتنا لهيته ومن قلت لك كي فوت البراج ركبكم خليتنا لهيته صاحبي على عيد الحال عندك زعما دروك هو انا راجع سامحني صلي على النبي راه قلت لي نخدم باللوطو لا 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 صلي على هذا وين قال لي نخدم باللوطو قال لي قال لي قال لي نخدم كلونديستان واش قلت لي دروك قبل ما واه قلت لك واه واه انا سقسيت على دروك قال لي بدي نخدم كلونديستان بدي يخدم هذا يخدم باللوطو ياك خدم باللوطو كان راه عندي 42 عام ولا 44 عام مثلا لا بصح سمت لي سي محمد صلي عندي راه وسعني الحمودي كيفاش انا تركبت معايا بالهيتا ما حبسنيش انا قلت له نزلوا تفوت كيفوت البوليسيه نركبكم كانوا لا راه نقول لك حاجه دا قلت لي خدم لوطو خل خدموا معاك وخلصوا من لا غادر خوتها راه فوتني شير بروحها وقال لي دير لا سانتو
كنت بوت الشيء داخل وسط الحاشي وراني جاي تاع عام ربي وحدي شاتتنا بوت لي سكت قلت له خليك بوت لي انا كاع ما شفتش خاف ربي يا درك حاجه عندك زعما درك تعطلت ما بربع ساعه كراني فوت راني جاي بوت لي ها هنا ها الكذبه كي دايره بصح الموتور راهي جايه منا حطيتنا الهيته ها راهي ولا ماشي في البراج كيفاش نوسعوك انا انا كنت اخويا ها وين الشرطي لا راجلك عقد عليا وقول لك باب كي دايره شوف هذا اللي معك انا نهضر معك انا نهضر معك انا سي محمد سي محمد صل على النبي صل على النبي صل على وسلم بارك الله فيك راك شارك في الكاميرا تفضل خلاص على جرنا ارواح خلينا خلينا ارواح خلينا 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 سي بوحد جمال ياك وين تخدم فهم سيدي مش هدي قولي قولي كنا بوهرم حي ابن رشد تخدم هاك وتكون بوهرم هذه يا خويا خليتنا نفوق ميك قلت لي مين يفوت الباراج نركبكم انا والله العظيم اللي زعق انا كنا نقول ايش غادي دير بروسي دير بروسي انا على ديرو كيما قم نحكي لك حطيتنا الهيته وشت الباراج قلت لنا بلي يا ودي وتروحوا ابي من بعد نركبكم من بعد نركبكم اكو غارت يا جماعه شوف لوطو مليح واه هذه هي هذه هي ركبنا مبوت ليليس انت ركبت مبوت ليليس اروح نروح دروك الخدمه وقول لهم قيس خرج و100 جاي قال لي نخدم قلت لي نخدم قلت لي نخدم طولي في المسرقين ياك طولي في المسرقين واحد المسرقي واحد المسرقين يدخلوا للخدمه يقول قيس خرج جمال اكو غارت يا جماعه عباد الله سموك جمال ولا عبد الكريم بوحبس جمال لا لوطو تاع عبد الكريم تاع عبد الكريم صح انت سموك عباد الله المسرقين نخدم على عيني خلاص ساعات صنت لي شوف ما عندي ما خوف حد صنت هاك راه شنو بعيدات نركبوا درك في اللوطو ونقاري بعيد على الوزير ودخلوا وقولوا اسكو جمال يخدم هنا ولا لا ها اللوطو كي دايره مانيش نشوف انا على الخدمه سي محمد انا راني نشوف باللي راك الهيت حطيتني انا وشي صاحبي واش دزت لا نديرو في غلطي والله لا راك غلطي لا مانيش غلط يا سي محمد لا راك غلطين او رانا عاميين خلينا لعبنا وقلنا روح حتى من بعد انا خدام انا هضرنا معاك تفاهمنا معاك شحال جيبنا انا لكم كي وصلنا لقيت الهيش في الباراج هنايا قلت نزيدو حتى نفوت واه عباد الله سبحان الله عباد الله ما لا فوت من حبش روح من حدا شو ما تنرفاش يسي يتحكم في عصام شوف اذا شو حاجه ما دير لا تخاف ما درتش هذه حاجه خسرت شفتك براس ودي لهلي وسمي خلاص سيب تعول الله ما تحلمش لا شوف شوف اقول حاجه ما تحلم مانيش غلط انا كي نقول كلمه اروح 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 اسمع لا سامحني 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 جماعه اتونسيون انا بعد انا ما ندير له والو انا غادي ندير له والو انا يا ركبكم ولا بركبكم ولا حاجه انا ما ندير له والو وانتوما دروك هل شوفوا قبل السيد شوفوا اللوطو ها اللوطو ياك ها الكسيره غير دروك حتى تاني شي لا سيكريتير غير دروك ما دروك جاي متى ما زوروا لك سما ولا ولا لا مش ديروا مش عارف اسمح لي سي محمد الله يرحم والديك غادي صح هذه من قلت لي اسمع شوف غادي غادي هما يخلصوا غادي هما نعم تلي هما يخلصوا مخاطين نولي مسرقين شوف كنت تلقاو شنيشان نخلص اللي تبغي اللي تبغي اللي تبغي شوف ديري خطيه دخلوا الحبس ديري واش ديري لو كنت تلقاوني كذبت دير واش تحب حاشا لله ماكش باين واش تحكي عندي انا خدو عيزه طولي دروك مع المعلم الكبير ها انا باين كاع يا اما هادي بالك ميم هو يقول شوف وحبس وحبس وكي خرجت اربح 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 خرجت من الخدمه كنت عندي نقازر في قنزاتر تما مسلقين وقلت له قلت له يجراي ومعه بز تما معه بز قلت له يجراي قلت له عطيها غير في الذكيرو ايوا من تما سافاطا من تما ركبنا سي محمد مش قصدك يا جماعه اكدوا مليح خليني نهضر مع السي سوكي انا بروحي كنت داير كيما هكا صح منين ركبت منين منين طالع غادي نهضر معاك خصني خليني نهضر معاك انا نهضر معاك ركبنا من بوت ليليس قلت له قلت لها ودي دير دير راه يقول لك نخدم في 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 دير عليها سي سي دير عليها 24 نعم بوت ليليس شحال ديال نص ساعه كيفاش قلت لي كنت بوت ليليس انا شوف انا ركبت بوت ليليس
كي انا نعرف مين اللي هيته. قلت لي يا ودي هوت البارس على البوليسيه ليه في داك اللي كنت هذيك. قلت لي من بعد الرسم سي جمال بغيت نسقسي. خلينا سي جمال في رمضان اللي فات ما تفرجت والو في لاستاسيون ريجونال تاعنا في رمضان؟ عندك بارابول في الدار ما عندكش بارابول؟ ما عنديش. عندك بارابول وتفرجت التلفزة تاعنا؟ تفرجت البروغرام تاعنا؟ تفرجت الكاميرا المخفية؟ واه هيا 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 راك شاركت فيها بارك الله فيك ياك هاي تصوروني واه ومنرفيو هاك بارك سي جمال والله الا شفتوني حسن ماشي شرعي مظلوم محقور تاني تصنف عليا شو هذا جمال هذه هي اللي ما جاتو راهو في رمضان واو تعرف يضحك عليا خوتي معليش بس غادي راهو غادي تموت في كي تدير عليكم راك خاش بالخدمه باين كاع غادي نرجع كنت باغي معاك ننفخ ونعطيهم غادي ننفخ هيا سي جمال الله يستر عليكم واو سي جمال بارك الله فيك ونخرج عاوني الله يحبوك غادي خويا محمد الدنيا غادي خويا الله يحبوك الدنيا غادي في مقاعد طولي اي غادي في الدنيا غادي في الدنيا الله يرحمك شواب يا خويا كاش غاوز ربي عاونونا خويا عاونونا منه كريا الله يحبوك كريا اي ردوني من كريا ودوني غادي في مقاعد طولي غادي نخلص عاوني صاحبي عاونوني بكاس السبيل لها من عمي غادي كان عندك غادي نخلص تاع حب الشروطه ما يحبسوش هادو روح الى هنا الى هنا لا منا 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 حبس انا هنا صايت سلام